السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن فكرة جديدة عملناها تساعدك انك تبيع عربيتك في اسرع وقت وبأعلى سعر. كل المطلوب منك الآتي: الخطوة الاولى هتغسل عربيتك من الداخل والخارج وتغسل المحرك كويس جدا. هتبدأ في تصوير عربيتك فيديو من كاميرا الموبايل بتاعك، الفيديو لازم مدته ما تزيدش عن 5 دقايق. هتصور بأعلى دقة لكاميرا الموبايل، هتصور بالموبايل من الوضع الأفقي، يعني هتصور بالعرض. هتصور العربية فيديو من الخارج ومن الداخل، وهتصور العدادات علشان المشتري يعرف عاملة كام كيلو متر، وهتصور المحرك والرادياتير والسيور والشنطة الخلفية. هتصور أي حوادث أو خدوش أو خبطات في عربيتك عشان الأمانة. هتصور العربية شوية صور عشان ننزلها في صفحتنا وفي جروبات الفيسبوك وموقع أوليكس. تاني خطوة هتبعت لنا الفيديو والصور اللي انت صورتها، وتكتب في الرسالة نوع العربية وسنة الصنع والعربية ماشية كام كيلو متر والمبلغ اللي انت طالبه قد ايه والرخصة سارية ولا منتهية وتاريخ الفحص القادم امتى. هتبعت لنا المعلومات دي عن العربية زي مثلا مغيرة بطارية او مغيرة كاوتش او لسه عامل لها عمرة الى اخره. هتبعت معلومات الاتصال بيك زي أرقام تليفوناتك والواتساب الخاص بيك والأوقات اللي هتكون فاضي فيها علشان تقابل المشترين. هتبعت كل المعلومات دي والفيديو والصور على البريد الإلكتروني جيميل عشان جودة الصور والفيديو ما تقلش. بريدنا الإلكتروني ihab.bakrmatrix@gmail.com. انت كده عملت اللي عليك، ارتاح بقى وسيب الباقي علينا. احنا هنعمل ايه؟ الفيديو اللي انت صورته هنعمل له مونتاج وهينزل في قناة إيهاب بكر. الفيديو والصور هنبدأ ننزلهم في جميع مواقع بيع السيارات في مصر وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وصفحاتنا وجروباتنا الخاصة بالسيارات والمدونات الخاصة ببيع وشراء السيارات. هنعمل لك إعلان احترافي في موقع أوليكس. هينزل الفيديو بتاعك بالمواصفات اللي انت أرسلتها في جميع صفحات الفيسبوك وجروبات السيارات في الفيسبوك وموقع تويتر وإنستجرام وبينترست وعلى موقع تيك توك. كل مواصفات عربيتك هتنزل على الفيديو ومعلومات الاتصال الخاصة بيك زي رقم الموبايل والواتساب اللي انت بعتها لنا هتنزل في الوصف أسفل الفيديو على قناة اليوتيوب، وهتنزل على إعلان عربيتك في كل حسابات وصفحات وجروبات التواصل الاجتماعي المهتمة بالسيارات. أنا بعت لك رسالة على بريدك الإلكتروني هحط لك فيها كل لينكات الإعلانات اللي احنا عملناها على مواقع وصفحات وجروبات التواصل الاجتماعي، ولينك الفيديو على قناة اليوتيوب، ولينك إعلان عربيتك على موقع أوليكس عشان تتابع إعلانك معنا. هتبدأ المشاهدات على الفيديو والإعلانات اللي عملناها، وهيبدأ الناس يتفاعلوا مع إعلانك وموبايلك يبدأ يرن. الحملة الإعلانية هتستمر لحد ما تحقق الهدف منها وهو بيع عربيتك بالسعر المطلوب. بعد ما تبيع العربية وتستلم الثمن، نرجو انك تقوم بدفع قيمة الحملة الاعلانية اللي هي مبلغ 200 جنيه مصري فقط. قيمة الحملة الاعلانية دي هتبعتها لنا على رقم فودافون كاش 010-400-3204. وفي النهاية اتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. ارقام التواصل بتاعتنا للاتصال 031-32-76-31، رقم الواتساب 010-400-3204، فودافون كاش بتاعنا 010-400-3204. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.